تحية نضالية عالية للجميع، تحية نضالية عالية لجميع الأساتذة المبرزين، تحية نضالية عالية للمناضلين والمناضلات في السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين. في هذا الفيديو سأركز على مطلب أساسي لا بد للسادة المسؤولين في وزارة التربية الوطنية أن يتنبهوا له، لهذا المطلب ويأخذوه بعين الجدية. المطلب هو الآتي، كما هو خلفي في السبورة وأنا في القسم، الأستاذ المبرز في التربية والتكوين يلزمه درجة أستاذ باحث، ولست أول من يدعو إلى هذا المطلب، بل هناك الأستاذ سي حسن لحياه متخصص في التربية، في علوم التربية، فقد ركز على هذا المطلب الذي هو مطلب أساسي ومطلب يمكن أن يوضع حيز التنفيذ. لماذا؟ لأن الأستاذ المبرز هو أستاذ يستحق، انطلاقا من التسمية في حد ذاتها، الأستاذ المبرز للتربية والتكوين يستحق أن يلج إلى ميدان التكوين والبحث العلمي بدون منازع. لماذا؟ فلنفترض أن هناك أساتذة مبرزين في البي تي اس أو في الأقسام التحضيرية، وهم يدرسون هذه المادة لنخبة الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، يدرسون لهم نفس المواد التي تدرس في الجامعات، فلماذا يحرمون من الجامعة ومن تدريس بها بحجة أنهم ليس لديهم دكتورة، في حين أن في هناك من الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراة والذين خاضوا تجربة سنتين من التكوين في مراكز التهيئة للتبريز، ولكن مع ذلك يعاودون الكرة منذ السنين. هناك منهم من لم يوفق إلى حد الآن الحصول لانتزاع شهادة التبريز هذه. إذن بالتالي لماذا يتم إقصاء الأستاذ المبرز من التدريس في الجامعة، في حين أنه هناك خصاص مهول في التدريس في الجامعات، خاصة في بعض التخصصات الخاصة؟ لماذا لا يتم حرمانهم من تدريس في الجامعة، والجامعة هو فضاء للتكوين، أستاذ مبرز للتربية هو أستاذ مبرز للتربية والتكوين، الكفاءة المهنية والأكاديمية موجودة لا أحد ينكرها، والدلائل الموضوعية والواقعية تثبت هذا. إذن لماذا يتلكأ المسؤولون في وزارة التربية الوطنية والمسؤولون في وزارة التعليم العالي بأن يقصوا الأستاذ المبرز من البحث العلمي ومن التدريس في إطار الجامعات؟ أقصد بالضبط الجامعات، أما أسلاك ما بعد البكالوريا فهو موجود فيها أصلا، لكن في الجامعات يتم إقصاؤه. لماذا يتم إقصاء الأستاذ المبرز، في حين هناك أساتذة مبرزين من أفنى حياته في البحث العلمي؟ لماذا؟ درجة أستاذ باحث بالرقم الاستدلالي 509 كبداية، ثم بعد ذلك يعني يفتح له المجال للبحث العلمي. نعم، إذن الآن يعني أحاول أن ألخص الفكرة التي مفادها أن العملية التي تقوم بها الآن وزارة التربية الوطنية من أجل التحضير لنظام أساسي خاص بالأستاذ والأستاذة المبرزة، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة الحساسة التي تتعلق بالبحث العلمي وعلاقة الأستاذ المبرز به. فحسب رأيي أرى على أنه الأستاذ المبرز لا بد أن يلج في إطار هذا النظام الأساسي الخاص، أن يلج درجة أولى وهي درجة أستاذ باحث، درجة أستاذ باحث، ولا ينبغي أبداً أن تكون درجة البحث العلمي مرتبطة بشهادة تسمى شهادة الدكتوراه، حيث أن التبريز شهادة قد تكون في أهميتها وفي قيمتها العلمية أكبر من الدكتوراه، والدلائل كثيرة لا داعي لتكرارها.
إذن معناه أن الأستاذ مبرز عليه أن تمنح له درجة أستاذ باحث بغض النظر عن شهادة الدكتوراه، وإلا فهناك مجموعة من القامات العلمية في البحث العلمي التي كانت تغني أغنى التراث العلمي العالمي ولم تكن لها شهادة الدكتوراه. هل كانت شهادة الدكتوراه عند عبد القاهر الجرجاني، عند ابن جني، عند الماوردي، عند ابن سينا، عند البيروني، عند ابن الهيثم، عند مجموعة من العلماء؟ وهؤلاء العلماء خدموا البحث العلمي، والدليل على ذلك فالباحث العلمي الآن هو يبحث في شهادة الدكتوراه فإنما يأخذ من هذه المرجعيات التي ليس عندها بالضرورة شهادة الدكتوراه. إذن البحث العلمي، ارتباط البحث العلمي، هذه مسألة ينبغي أن تزول كما زالت طبعا في البلدان المتقدمة. فالبحث العلمي أصبح يقاس بالقيم المضافة وبالنتاج العلمي الذي تم التوصل إليه من اختراعات وكتب ومؤلفات إلى غير ذلك. ومعالجة قضية البحث العلمي ودرجة الأستاذ المبرز الباحث قد تحل مجموعة من المشاكل وتكون سبيلا لحل مجموعة من المشاكل، من بينها مثلا الآن الأساتذة المبرزين، هناك أفواج من الأساتذة المبرزين تقريبا 50% منها تعين في أقسام في أسلاك ما بعد البكالوريا، لكن 50% من هذه الكفاءات المهنية والأكاديمية الجديدة تعين في الثانوي التأهيلي، والحال أن وجود الأستاذ مبرز في الثانوي التأهيلي هو أمر غير طبيعي، هو استثنائي بامتياز. بالتالي لكي يلتحق كل الأساتذة المبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، الحل سهل، هو أنه يتم إدماج الأساتذة المبرزين في سلك البحث العلمي، والبحث العلمي في الجامعات إنما يرتبط بأقسام ما بعد البكالوريا. إذن بالتالي سنحل مجموعة من المشاكل، من بينها هذا المشكل الجوهري الذي تعرضت له منذ قليل. وبهذا أستودعكم الله وتبقوا على خير، وإلى اللقاء.